صحيتوا ليكيب، شو هتكونوا ملاح؟ بون شتو هذا كنت تشوفوا في الاناناس الطازج والعرام ولي ديزدير، ديجا فهمتوا على واش راني حنهضر. بون سمحوا لي قلت العرام، حبيت نقول شرائط الكبش كباش هادية، باسكو الدولة تاعنا العزيزة الهايلة اللي تحبنا بزاف، تحبنا بزاف الخير، قالك بلي حيولو يطاكسيو العرام 30% 29% أو حوالي 30% و لي ديسك دور 60% و لانانا 300%. بون معليش لانانا ما نسحقوش ناكلو، حنا كيما الياورت كيما لانانا ما نسحقوش ناكلو لانانا، معليش خلينا من لانانا 300%. تما هادي تشريها ب 1 دولار زعما في الجزائر، يعطوك ضريبة عليها 3 دولار. تما لي 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 شغل راهو يدير في الانتاج ديالها وترونسبور وكذا يبيعها ب 1 دولار، مع الجزائر يقول لك لا لا حنا نطاكسيو 3 دولار ندوك فيها. بون معليش خلينا من لانانا نحكوا على فايز هذا. العرام هادي تيوتيليزيها بجديدور ديال باش الاورديناتور ديالك الكمبيوتر تاعك يولي عنده ميموار فيف، ترجعو خفيف، تقدر تفتح بزاف لي زابليكاسيون. اسمع حاجه تحقها فريمون، تحقها بزاف الاورديناتور تاعك جيمر ولا ماشي جيمر. وديسك دور كيما على بالكم تحط فيه لي زانفورماسيون تاعك، شايف تحط لي زانفورماسيون داخل الديسك دور ديالك كلش يعني تحق، ما تحقش ما تقدرش تكون عندك اورديناتور ما فيهش ديسك دور. صح دوكا كي طاكسي لينا هذا 60% هذا نقولو يدير 100 دولار بالخدمه ديالو بلا تكنولوجي اللي فيه بكلش، خدمته هو ويسترن ديجيتال كذا، تروح تشري ب 100 دولار تلحق الجزائر يقول لك انا نطاك 60% عطيني 60 دولار كيفاش، ولا التليفونات يقول لك عطيني 130% عطيني 130 دولار. علاش علاش تما حنا ما نطوروش، تما الناس ما تقدرش تشري العرام وتطلع تسقم لي زورديناتور ديالها وتخدم بهم ولا تجيمي بهم ولا يديروا فيهم شغل، لا لا لازم ضريبه. سي نورمال تكون كاينه اون تاكس على فايس اللي نشروهم، ايتو حاجه عاديه كل حاجه قال البلدان عندهم دي تاكس. خو بصح 60% 60% على ديسك دور اللي بالك ديجا راك تخلصت اون تاكس من البلاد اللي شريتو منها. علاش بون غدوة عليها لايف، غدوة العشيه عليها لايف، اللي راهو عنده دي زانفورماسيون بيرتينونت اللي يعرف الامبور اكسبورت لو حاب يكون في اللايف هذا غدوة يكتب لي، باسكو شغل شرائط الكبش وكدا شغل ما عندها حتى معنى، شغل وشنو لي بياس هادو انا نخدمهم في الجزائر، انا يخدموها انا نخدمو الارام في الصيف ولا في في, في البرج، انا نخدمو في الارام عندنا وزين تاع الكترونيك يعني نخدمو. ف كي تقول لي زعما الانتاج زعما بول انتاج وطني ما ناكلوش لانانا وناكلو تشينا تيك، معليش يا اخو ما نسحقوش تشينا ما نسحقوش لانانا باش نعيشو. خو بصح كاين دوكا بلاد ترفض روحها ولا عباد ما يتيزيوش اورديناتور ما يتيزيوش تيليفون ما يتيزيوش ديسك دور. ان توكا لي جان غدو عليها قصرها. السلام عليكم.